أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من حصة المنتدى الثقافي، والتي سنناقش فيها موضوع الكاميرا الخفية التي أثارت الكثير من الجدل في الوسائط الاجتماعية. فمنهم من رآها أنها تعكس الواقع الجزائري، ومنهم من رآها أنها تجاوزت الحدود الأخلاقية والقيم التي تمس المجتمع الجزائري. ولهذا الغرض استضفنا السيد يوسف حنطابلي، أستاذ علم الاجتماع. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. أهلا بك السيد الصحفي والكاتب يوسف شنيتي. أهلا بك. مرحبا. سيدي. أهلا بك. والسيد فوزي بولحيا، ممثل ومخرج. أهلا بك سيدي. شكرا. وقبل البدء في النقاش نتابع هذا الموضوع للزميلة صليحة جعيداني، ثم نعود. بأكاشي تمشي تدفع في الغاشي، تحكم كبير وصغير في الطريق ولا في المارشي. واحد مزرب في حالة واخر رايح حقبالة، والكونتور يدور والكونتور يدور. الكاميرا الخفية، هذا البرنامج التلفزيوني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالشبكة البرامجية الرمضانية، برنامج بث هذه السنة عبر كل القنوات الجزائرية وبصورة جلبت انتباه الجميع لما تميز به من طريقة وأسلوب وتأثير وبعد سيميولوجي واجتماعي ونفسي يستدعي التوقف والتحليل. سيبون عيط له واسمه فوالا مادام درنا كاميرا كاشي. كانت معظم البرامج التي بثتها القنوات الخاصة درنا إحصاء وصبنا أنه 28 كاميرا خفية برمجت في هذا رمضان، من بينها أكثر قناة جوزت أكثر من 10 كاميرات خفية. أما التلفزيون العمومي قعد في يعني نقدر نقولوا في ثقافته الانتاج الوطني وبث الا كاميرا خفيه واحده. المشكل في هذه الكاميرات الخفيه هو العنف واللفظ الجريح الذي كان معمم عبر هذه الكاميرات الخفيه، وايضا دخول هذا البرنامج يعني مغنيين لا يكون ما عندهمش يعني نقدر نقولوا مكانه في الساحه الفنيه. التلفزيون الجزائري يقدم اضحكوا معنا. معنا؟ ايه. قال لك مانيش عارف بينك وبينه واحد الوقت قريب سلفك واقع 20,000 ولا واش قال لي هكذا. ما كانش اللي سلف لي 20,000. هو راه يقول ماشي هو. بطرح يقارن بين الكاميرا الخفية التي عرفناها سنوات السبعينيات والثمانينيات والتي تبث حاليا، نجد المشاهد اليوم يتنكر لها لما فيها من عنف وأخلاق بعيدة عن قيمنا، إضافة إلى تساؤل يطرح نفسه بإلحاح: هل معدي هذه البرامج يدرسون فعلا هذه التصورات البرامجية وأبعادها المتعددة؟ لحقنا كي داير انا هذا على رجلي هكا نقرده شاب خلي له ربي يكمله. في الماضي كان فيه تصور وكان فيه تركيب لهذه الحصص، نقدروا نبداو بحاج رحيم الله يرحمه الذي كان اول من ابتكر او ادخل الكاميرا الخفيه في التلفزيون الجزائري في السبعينات. ثم اتى مراد خان في بدايه التسعينات و 2000 في دائما في التلفزيون العمومي. نقدروا نقولوا انه الكاميرا الخفيه كانت تحسب على يد وحده، يعني ما كانتش كثيره، لانه كان التلفزيون العمومي وحده كان يبرمج كاميرا او اثنين وحتى ثلاثه في بعض الاحيان من كاميرا الخفيه. لكن في بدايه 2012 و 2013 وظهور القنوات الخاصه دخلت يعني نقدر نقول ثقافة جديدة، وهي ثقافة الكاميرا الخفية التي أولا لا تكلف شيء للمنتج، ثانيا تعطيه ترويج كبير، اون اودونس اكستراوردينار، وتجيب له أيضا تمويل، يعني فيها سبونسورينغ، فيها الإشهار. فبعض القنوات الخاصة تكتفي ببرمجة كاميرا خفية، الآن ما كاش تصور، الآن نكتفي باستوديو ببرنامج نعرضه فنان أو ممثل
ونسيو نزعجوه باستجواب في بعض الأحيان خرافي وتنقلب هذا الحصة إلى كاميرا خفية، يعني ما فيهاش ميزونسان، ما فيهاش يعني مؤثرات خاصة يعني زي في سبيسيو. والمرة والمرة أول مرة مرة ويا بغيت تعلم الحسنة فيا لا. تحقيق التسلية والفرجة والضحك في السهرات الرمضانية بات أمرا صعبا يستنجد اليوم بأهل التخصص في المجال، فالكاميرا الخفية تخصص يستدعي تصورا ودراسة لتحقيق الهدف. شو قلت؟ الشاب قديرو. شو قديرو؟ قدر خالدي. نديرك في المشايخ ما تقبل، نديرك في الشباب ما تقبل، كيف انت وحدك جاي من الفضاء وحدك شيخ؟ خلي عين المحلوله تبع وش راه يدور، والضحكه وتقلاله بيهم تبقى مسرور. كاميرا كاشي تمشي تتبع في الغاشي، تحكم كبير وصغير في الطريق ولا في المارشي. اذا كما تابعنا في الموضوع، اعود اليك سيد يوسف حنطابل استاذ علم الاجتماع، يعني كما راينا في الموضوع ان هناك في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات يعني كانت الكاميرا الخفيه يعني مضمونها الترفيه والضحك، ولكن اليوم يعني اصبح محتواها يعني عنيف وتجاوزات وكلاميه ولفظيه، يعني لماذا هذا التحول؟ هي أولا قبل كل شيء يعني يمكن أن نقول بأن هذه الظاهرة الإعلامية إن صح التعبير ظاهرة طبيعية مرتبطة بالإنتاج التلفزيوني الترفيهي الثقافي، تدخل في إطار يعني أي قناة تحاول أن كما يقولوا حنا تجلب يعني المشاهد وتحاول أن تدخل عالم الإعلام من هذا الباب. إذن من هذا الزاوية أنا لا أعتقد بأن كاميرا كاشي في حد ذاتها هي إشكال. الإشكال هو كيف تطورت وكيف تغير محتواها وتغيرت القيم التي تبثها. ممكن أنا حسب رأيي يعني لو كان نقارن الكاميرا كاشي في السبعينيات والثمانينيات كنظرة سوسيولوجية أرى بأنها كانت تركز على القيم الاجتماعية التي من خلالها يعرف المجتمع الجزائري نفسه، بمعنى أن الحاج رحيم عندما كان يقوم بكاميرا كاشي كان يعتمد على محاولة يعني تبيان أمور مرتبطة بالقيم الاجتماعية، يعني وحنا نستحضر دائما قضية الصيام، قضية الإفطار، قضية يعني ترى بأن دائما كان يركز على هذه القيم، يعني ترسيخها ومحاولة يعني لا ميزون اون افون دو ايصالها في جو فكاهي. نعم. التغير اللي راني نشوفه هنايا هو ان اصبحت القيم المتعامل بها هي التي تروج في او هي التي تطرح في الكاميرا كاشي، بمعنى ان الاختلاف هو يعني حتى لو كان نقارنوا المجتمع الجزائري في السبعينيات كانت هناك قيم في الممارسات اليوميه ليست بالضرورة القيم المثالية للمجتمع الجزائري، لأن هذا المجتمع يعيش حياة يومية فيها تناقضات فيها إشكالات. نعم. يعني لو يأتي إنسان بكاميرا كاشي بأي طريقة ما يحاول أن يبرزها حتما يعني سوف يبرز أشياء تدخل في التلقائي، ولكن في السبعينيات كانت يعني الجهد الإعلامي والثقافي كان يركز على الجانب القيم للمجتمع الجزائري، محاولة يعني تثبيت هذه القيم الدينية الوطنية أو غيرها. التغير اللي حصل وهو أن باسم من قوسين ما هو متداول ما هو متعامل به يصبح على انه يعني محاوله ابرازه في هذا السكتشات. اذا هذا هو اللي راني نشوفه، سواء رموز الثقافيه او القيم الاجتماعيه الممارسه في الواقع، لان كلهم يقولون بان هذه الاشياء موجوده في الواقع، حقيقه نقول بانها موجوده في الواقع، ولكن الهدف الاعلامي والهدف الثقافي لاي منتوج ليس بالضروره هذا ما اثار غضب، هذا هو الغضب. اذا الغضب ليس ظاهره في حد ذاتها، وهو نقلها على انها قيمه متعارف بها او يعني اصبحت يعني واقع، ولكن دعيني حتى لا يعني لا ناخذ الصوره بهذا الشكل الكبير، يعني احنا يجب ان نحول نظرتنا الى المجتمع الجزائري على ان المجتمع الجزائري هو عباره عن فئات، عباره عن 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 عن, عن, عن تنوع
لا يمكن ان نقول بان هذه الظاهره تعكس كل المجتمع الجزائري، وهذا يعني اللي ممكن هذا ما عكسته الكاميرا وهذا هو القلق وهذه هي في, 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 في شهر رمضان الفضيل، يعني هذا ما عكسته الكاميرا الخفيه انه الشعب الجزائري عنيف ويعني نعم. وحمل يعني حتى كان هناك نواب حتى وزير الاتصال قال انه يعني الكاميرا الخفيه لهذه السنه يعني كانت فيها نقص ابداع نعم. يعني هل تظن سيد وجه سؤال السيد يوسف شنيتي يعني هل هي نقص افكار او ماذا يعني في رايك؟ وبعد بسم الله الرحمن الرحيم في جانب متعلق ب هذا الذي ذكره سيد وزير الاتصال المتعلق بنقص الالهام ونقص الابداع، ولكن نقص الابداع ونقص الالهام لا يتعلق فقط بالكاميرا الخفيه، احنا اخذناها كعينه في هذا في المنتدى الثقافي يمكن أن ينسحب على معظم محتوى الشبكة البرامجية الرمضانية، ولكن لما نقول الشبكة البرامجية الرمضانية حتى لما نتكلم عن العنف الرمزي والعنف اللفظي والعنف حتى في الإشارات وكذا يعني المادي حتى العنف المادي نعم يعني نعم هناك عنف يعني مادي لا يمكن لا يمكن قبوله، يعني كأنك تشوفيه الشارع يعني تنقل صورة من الشارع من حيث اللفظ ومن حيث العنف المادي وأشياء لا تقبل حتى وإن كانت موجودة، لأنه في النهاية الإعلام احنا دائما لما ناخذ الكاميرا الخفية نضعها في الإطار تاع الظاهرة الإعلامية الظاهرة البرامجية التلفزيونية. الكاميرا الخفية فيه اتجاه ليقول لك هذه صورتنا نحن لما نكون داخل البلاطو بدون ما نشعر بأن هناك كاميرا، هذه حقيقتنا، هذا جوهرنا، ناس مقلقين، ناس ننزعج من الملاحظات، نعم. عصبيين منفعلين، نعم. منفعلين لأبسط الأشياء. كذا وننقلب بشكل جذري بمجرد ما نعرفه بأنها كاميرا خفية ونتحولوا من حالة غضب وهستيريا إلى حالة ضحك وإلى حالة هذه من ناحية سيكولوجية هذا نحن أيضاً. وضحك هستيري أيضاً. نعم ضحك هستيري هذا نحن في حالة الغضب وفي حالة الفرح أو النكتة أو كذا، ولكن هناك جوهر إعلامي يتعلق بالكاميرا الخفية، هل ما نقدمه لنضحك جميعا أم أننا الضيف اللي نجيبه نضحكوا عليه ونضحك في النهاية لما نجيب ضيف ونضحكوا عليه معناها أننا نضحك على الجمهور على المتلقي، وهذه مشكلة عويصة بمعنى أنه ما يثير استياء الجمهور خاصة هذه ما السنة أثار يعني نعم أثار ما أثار استياءه نعم. في طيلة شهر رمضان نعم. من خلال الكاميرا الخفية في وهذا تقديري الشخصي في معظمها لم تكن موفقة. لماذا؟ لأنه نقص الإلهام نقص الإبداع، لأننا نعمل ما سماه أحد الإعلاميين الكبار ما يسمى بتسطيح البرامج، قال لك باللي التلفزيون تكنولوجيا تاع صناعه الشاشه تاع التلفزيون تتجه لتصبح مسطحه، مسطحه جدا يعني سليم الى درجه ما تصورهاش، والغريب انه محتويات البرامج تتجه لتكون مسطحه اكثر، بمعنى انه علينا ان نختار اما ان نقدم كاميرا تضحك وتعمل جو تاع نكتة وفرح وكذا، ولكن ضمن قيم معينة، ضمن أن لا نتحول إلى أن الضيف اللي نجيبه نضحكوا عليه، فهذا يثير استياء. المفروض أن الكاميرا الخفية توصل تقوم بإيصال رسالة يعني رسالة نبيلة اجتماعيا. نعم وجه سؤال فقط للسيد فوزي بلحية، يعني هل ترى أن هناك أزمة أفكار؟ قبل ما نقول لك على أزمة أفكار احنا أشير لشيء في الفيتير لما شاهدناه أغلب ما شاهدنا ما شاهده الجمهور الآن أغلب ما شاهدناه ليست كاميرا خفية هي مقالب. الكاميرا الخفية اللي شفناها الزوج شفناهم تاع حاج رحيم في السبعينيات اللي كانت بالأسود والأبيض وشفناها بالقسم حجاج هذوك كاميرات خفية بمعنى الكلمة نظرت الناحية الفنية والتقنية. الأخرين مقالب، لما تجيب لي بلاطو وتحط لي كاميرا بينين وتجيب لي صحافي على اساس انه برنامج انا راه مقلب ماهوش كاميرا خفيه. هذا هو اسهل، لان الكاميرا الخفيه الحقيقيه راهي فيها مجهود فكري، فيها التقنيات كيفاش تخبي الكاميرات لي زونغل وفيها ابداع، فيها ابداع نعم جانب جمالي نعم. جانب الجمالي، لان اصلا هذا اللي راح نديروا الكاميرا الخفيه ماهوش يشوف الكاميرا. انت ما دامك تشوف الكاميرا وراي الخفاء في الكاميرا هذه صار فكروني في هذاك اللي يدخل القهوه يقول له اعطيني كاس جي دورونج تاع البنان تسمي لي حاجه سميو اشياء باسمائها نعم. هذا الكاميرا موجوده الكاميرا موجوده هذه كلها الاغلب خرج عن النص فقط هذه اغلب ما شاهدناه في العديد من القنوات في شهر رمضان هي عباره عن مقالب. هذه اولا. ثانيا
الأغلب مشاهدنا ما كانش يضحك. أنا ماذا بي أنا أضحك؟ أنا كنت أنزعج لما تجيب شخص مهما يكون مستوى ثقافي نحبه ولا ما نحبوش بصح تحطه في موقف حارج تتسلى به يعني. تتسلى به يعني أنا ما نقدرش نديرها. أنا شخصيا رفضت باش ندير كاميرا الكاميرا الخفية تاع الصح، رفضت نديرها لأن نرفض باش نزعف واحد ديالو كان مؤقتا. نعم. أنا ماذا بيا الإنسان يفوا فوا بوكو جينيروزيتي، يعني إنسان يكون نجيب لك الابتسام على نخلعكم بعد وشفتهم لي ضحكوا مع احتراماتي اللي خدموا على كل حال، هما اللي كانوا يديروا في المقلب. حنا كجمهور ما ضحكناش. ذات السيد تخرجوا كما قال لك تخرجوا من رحمة ربي تنطقوا من جنبه ومن بعد يجي ويقول لك الشعب الجزائري عنيف. والله واي شخص فينا واحد يجي يضرب لك في العرض نتاعك ينقص لك في قيمتك والجمهورية ويشوف فيك يتفرج يقول لك انت ماكش فنان. نعم. وانت ماكش كاتب وحبوا تكون كارم. اذا كان كارم هنا نقول له انت ماكش عادي. نعم. لان الحاله الانسانيه من المفروض هو يكون رد فعل يعني حاجه عاديه. نعم. سيد يوسف حنطابلي، يعني اريد ان اعرف يعني لماذا هذا التحول؟ يعني هل الجمهور هو الذي يطلب؟ يعني هناك من قال انها مراه عاكسه للتناقض الموجودة في المجتمع الجزائري، يعني هل فعلا المجتمع الجزائري أصبح هكذا يعني عنيف؟ لا 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 أعتقد يعني نتصور يعني نطرحوا سؤال ولا نطرحوا يعني نتصور بأن كاميرا كاشي تجوز في غير رمضان، هل يكون عندها نفس الصدى ونفس رد الفعل؟ لماذا في رمضان؟ لأن في رمضان معروف بأن شهر رمضان أنا نسميه كيش يقولوا لموا كومينوتير، يعني المجتمع يعود يرجع إلى حالته الجماعية العائلية طبيعي. وبالتالي الضمير الجمعي يكون قوي والتعامل مع القنوات الوطنية بالأساس، وإحنا نعرف بأن يقول لك بأن الجزائر يتصالح مع قناته الوطنية في شهر رمضان، يقال هكذا دائما يقال لاعتبارات مرتبطه بمعنى شهر رمضان الرجوع الى الاصل. إذن هذا الشعور الجماعي وحضور الجماعي في شهر رمضان، وخاصه انها كاميرا تكون في اوقات معينه وين تكون العائله ملتمه، هذا هنا وين الفيدباك كما يقولوا رجع الصدى يكون قوي وبالتالي رد الفعل يكون قوي، وهنا يثير الاشكال. يعني كل كاميرات كما قال هو المقالب اللي صارت يعني في 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 القنوات في شهر رمضان وكتكون في غير شهر رمضان ما يكونش عندها نفس رد الفعل وممكن ما يشاهد حتى واحد ما يشاهدوهاش، هذه يقولوها حقيقه. نعم. اذا هذا انا عجبني الاستاذ يوسف شنيتي لما تكلم عن شيء اساسي وهذا اللي لازم نركزوا عليه، لما قال تسطيح الواقع. تسطيح الواقع بمعنى ان ناخذ الغشاء الاول من الواقع ونعتبره بان هذا هو الواقع. أيوة. يعني نحن كمختصين في علم الاجتماع ليس ما يرى في الواقع الاجتماعي هو الواقع الاجتماعي. هو مظاهر من مظاهر الواقع الاجتماعي، مظهر وهو الغشاء الاول. يعني لو كان نقول الواقع كما يقول العلماء الاجتماع، الواقع هو عباره عن 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 عن, عن الجلد. جلد الجلد فيه مئات طبقات، اذا باش يعرفوا الناس بان الواقع فيه مئات من 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 يعني من الطبقات. نحن نرى الى الطبقه الاولى. المجتمع اعمق بكثير من ذلك، وبالتالي اذا قلنا بان الكاميرا الخفيه او المقالب تعكس الواقع هذا خطا وهذا غير صحيح. نعم. لان الحياه الانسانيه جد معقده وتحتاج الى دراسه والى التعمق حتى نصل الى الواقع الحقيقي ونبرزه اعلاميا ونقول بان هذا الواقع او نعطيه كمشهد، وهذا اللي يقوم به المسرحيين والمنتجين الكبار الذين عندما ينتجون فيلما تاريخيا أو اجتماعيا مثل المدرسة الإيطالية يعرفوا كيف شيء يخرجوا من الواقع، يعني كما يحفروا في اعماق الواقع باش يطلعوا الزبده. نعم. كان استاذ يوسف شنيت، يعني هناك من قال، يعني المختصين هناك من قالوا ان الكاميرا الخفيه يعني لا تكلف الكثير من يعني من المصاريف، يعني من اجل هذا يعني يفضلون يعني انتاج الكاميرا الخفيه، يعني هل هذا صحيح؟ والله هذا كل الناس وكل التقنيين واللي عندهم صلة بالواقع تاع الإنتاج السمعي البصري يؤكدون هذا. ولكن أنا نحب نأكد على شيء، هو هذا السباق المحموم للفضائيات الخاصة والعمومية وحتى السباق محموم خاصة في على مدار السنة ولكن في رمضان أكثر لجلب المشاهد. فدائما يروح الامر لقضيه الاثاره،
الإثارة من أجل جلب أكبر عدد من المشاهدين والمتتبعين. ودائما احنا تصيب بعض القنوات مهوسة بفكرة أنها القناة الأولى. القناة الأولى في كذا وأكبر مشاهدة بدون ما نعرفوا بأقل تكلفة. دون إحصائيات. بدون ما نعرفوا المحتوى. دون إحصائيات. لأن الإحصائيات هذه أيضا لازم تشوف العينات الفئات العمرية والمهنية التي تتابع تلك القناة وما هي البرامج التي تتابعها، لأن دائما هناك مستويات تفاوت في الأمر. احنا نغفل على كامل هذه الجوانب فقط لنشير بأننا قناة أكثر متابعة. الكاميرا الخفية تعمل في هذا الباب، في باب المتابعة، في باب الإثارة، في باب هذا البوز هذا اللي الناس يعني القناة تتهافت عليه. تتهافت عليه. ولذلك الإشارة تاع وزير الاتصال لما قال بأن المسؤولية هي مسؤولية المسيرين تاع القنوات الخاصة، هو ركز على القنوات الخاصة في قضية أنه الكاميرا الخفية لم توفق وما فيهاش احترافية وما فيهاش إلهام وفيها كم هائل من العنف بكافة أنواعه. والمجتمع الجزائري هذا الأسبوع الماضي كله يرفض هذا الأمر. ولكن أيضا وزير الاتصال يعرف ذلك، وكلنا كمختصين نعرفه بأنه مشكلة الاحترافية في الإعلام الجزائري هي مشكلة مطروحة ومطروحة بقوة، وأن هيئة سلطة الضبط هذه التي تشتغل منذ أكثر من ثلاث سنوات أثرها في الميدان على واقع المؤسسات الإعلامية مازال ما ظهرش سمع البصر. نقصد لأن الصحافة المكتوبة مازال هيئة تحال لما تنشأ. فيطرح هذا الأمر من ناحية تشريعية، فيه مراسيم تطبيقية لم ترى النور بعد لتحدد لنا هذا سلطة الضبط تضبط ماذا وبأي طريقة وما هو دورها، لأن تشوف القانون أمور شوية ماهيش مضبوطة مليح، ولكن الجانب التطبيقي هو الذي يوضح هذه المسألة. في الواقع لم نرى سلطة الضبط ثلاث شهر رمضان، بينما قد نراها لما الأمر يتعلق بخبر أمني غير صحيح يمكن يثير مشكلة في البلد أو في الجانب السياسي في جانب كذا. ولكن لماذا لا يتعلق الأمر بمرجعيتنا أيضا الثقافية والدينية؟ لأن المرجعية الثقافية والدينية هو الشيء الذي لا يجب أن نتصارع حوله كمجتمع وكمؤسسات. فنترك الجانب المتعلق بالبرامج يقدم خطاب إعلامي. أنت أشرتي في البداية أن الكاميرا الخفية لا تقدم، لما تشوفها من بداية النهاية في الحلقة أين هو الخطاب؟ أين هي الرسالة؟ ما كاش رسالة، ما فيش رسالة. وبالتالي معناها المتلقي لم يصله شيء، بل وصلته رسالة عكسية وهو الأثر السيء للشيء المعروض، ويجعل المتلقي يستاء. وفيه إجماع من خلال المنتديات ومن خلال وسائل الإعلام من خلال الأصداء أنه فياسكو. يعني كل الكاميرات الخفية هذه السنة من ناحية التقنية ومن ناحية المحتوى ذهبت أدراج الرياح، وقدمت صورة سيئة عن الجزائري، الجزائري العنيف، الجزائري الذي يقلق الجزائري وحتى على المرأة الجزائرية. طبعاً نعم. طبعاً وبشكل مفضوح يعني. نعم سيد بولحية، فوزي بولحية، يعني أنتم كمخرج وكممثل يعني كيف يقوم عملكم يعني عند إخراج يعني منتوج تلفزيوني مثلاً؟ يعني ما هي الخطوات؟ هل هناك متابعة من قبل وزارة الاتصال أو سلطة الضبط السمع البصري مثلا؟ يعني صراحة احنا لما نقوم بعمل نحضره مع المنتج التحضير ما عندوش علاقة لا بوزارة الاتصال ولا وزارة الثقافة. بعد ما تكملوا الانتاج يعني هل هناك متابعة؟ الواحد الانسان يقدم الانتاج تاعه القناة اللي حد ديفيزيه يعني اللي راح يبث هذا البرنامج، يكون اتفاق مع صاحب القناة، يشوف المنتوج نتاعه، يشوف المضمون، وكاين اشي اخر يشوف اللي عنده سبونسور. لان دركا احنا احنا دركا باش الجانب المالي او يضمنوا السبونسورينغ. نعم القنوات اغلبها يعني تقول لك جيب سبونسور وروح، مش هي تعمل يعني تقدرش هي تتخلص. هذه اولا. ثانيا نرجع لسلطة الضبط تتكلم عليها استاذ يوسف شنيتي، والله احسن ما فعل يعني الجمهور المشاهد خدم احسن من سلطة الضبط في الانترنت وفي التواصل الاجتماعي. هما كانوا الناقد الاول والمنتقد وسلطه الضبط يعني اصلا النقاش الحيره في في القناه في الوسائط الاجتماعيه يعني النقاش كان حاد في الوسائط الاجتماعيه. نعم يعني الجمهور المستهلك لهذا المنتوج اللي هو المشاهد المواطن بالدرجه الاولى، المشاهد بصفه عامه هو اللي كان الحاكم. وانا يعني مع احتراماتي ليوسف شنيتي انا نخاف من الكلمه هذه نتاع نشوفوا سلطه الضبط ونديروا هيئات هكذا، لان انا كمبدع
يعني نخاف من هذا ممكن تكون لاسونسور من بعد ماذا بينا ما سلطة الضبط تكون عندها في الهضره السمعي البصري المهام تاعها في الجانب تاع الثوابت تاع الامه تدخل مثلا هذه القناه رموز الدوله يعني. جانب سياسي اللي معك استاذ جانب سياسي ولكن الجانب الابداعي والله الجمهور يتكفل بهذا هذا لا يعني عارية. قبل ما يعني احنا ما نحبوش يعني هذا الصور تاع العنف توصل للمشاهد الكريم يعني معك. قبل ما توصل مثل هذه المشاهد والكاميرا الخفيه يعني اللي كان مبالغ فيها يعني قبل ما توصل وتخدش يعني قدسيه شهر رمضان بالدرجه الاولى وايضا المواطن بالدرجه الثانيه يعني قبل ما توصل المواطن كيف نقوم بالحد منها قبل ما توصل المواطن من يقوم بالرقابه هذه اذا كان المخرج والمنتج داروا خطا في في العمل تاعهم من المفروض الديفيزر صاحب القناه نعم. قال هذا البرنامج ما نقدرش نبثه لانه فيه عنف فيه تعطي صوره سيئه على الجزائري لان صراحه إنه تحمل المسؤوليه للقناه الجزائريين التي ماهمش بالعنف هذا ما يوصفوا فيه في الاخرين تاعهم نعم. الجزائري انسان منفعل عنده هذاك الحماس ولكن احنا ما راناش يعني كما واحد الوقت كانوا بعض الناس رجال كرة القدم يوصفوا فينا باللي حنايا عنيفين الجزائري عنده انسان ايموشنال عنده الحماس شوف طفل صغير يبكي يعني تعطي الصوره تاع الجزائري عنيف وعلاه احنا عايشين في المريخ اللي كان الجزائريين عايشين بيناتنا عندنا شويه قلق ولكن احنا عندنا حنان عندنا النيف اي واحد يقول ما قدرش ناكل يديه راني مريض يرفدوا توري لي ذاك العنف تاع زعما واحد يهضر مع واحد يضربه هنا بمبالغه كما قلت استاذ يعني بالتالي يعني هي مشكل ابداع بالنهايه نعم فوالا نعم. نوليو نقص الالهام نفتح قوس كاين كثير من الناس متطفلين على الميدان الفني نعم جاوا دخلوا هكذاك يقول لك انا اضعف الايمان ندير كاميرا ماشي كاميرا كاشي مقلب انا نشوفها قباحه قباحه بصريح العباره المفروض انه هناك مقاييس يعني مقاييس يعني مقاييس نعم فنية يعني انتاج فني يقدم للجمهور يعني خصوصا في شهر رمضان يعني ليس بشيء الهي وقتك اللي تبحث دير اكتب النصوص نتاعك دير برون دو ترافاي قال واش راح ندير في يعني مشكل انتقاء ايضا مشكل انتقاء استاذ وراه ناجح مادام فيه يا استاذ يعني نكونوا واقعيين يعني القناه التي تبث هذا النوع من البرامج وتعرف كما قال الاستاذ نسبه مشاهده والحق يقال بان أن هذه المقالب ولهذه البرامج تعرف نسبة مشاهدات جد إذن هو الحق إلى تبعوها يعني هذا موضوع الهدف تاعو اسمح لي أستاذ يعني من ناحية هذا الجانب هذا ولكن احنا لازم نعرفوا ممكن أن نتفق معه إلى حد ما كسلطة الضبط لازم تفرض على القنوات أن تعرف نفسها من تكوني أنت هل تريدين أن تكوني في المشهد الثقافي لتحقيق نسبة مشاهدة أو هناك اعتبارات أخرى مرتبطة كما قال بالجانب الثقافي لأن الإبداع تقدر الإبداع لازم أنت كي تكون كمبدعين أنتم كمبدعين ثقافيين أنا مانيش مانيش اسمح لي دوك نعطيك الكلمة يعني لما أنت تجي وتدير له إن أناليز كما نقولوا احنا سينيماتوغرافيك اناليز تكنيك سيمونتيك يعني من كل جوانب انا ك ك ك اون كو سوسيولوج كعالم اجتماع نقدر نقول له بان واش راك تقول ماشي هذا هو الواقع ولكن انت كابداع تبين له بلو العمل تاعك هذا ولازم تكون عندك فيزيبيليتي ميدياتيك حتى انت تكون عندك فيزيبيليتي ميدياتيك تقول بلي واش نتج كاع عباره عن اشياء بدون الهام ولا بدون ابداع تخلي المتلقي يقول بان ما كنت تعتقد بان يعني ما كنت تشاهده هو 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 الهدف هو رفع المستوى بالدرجه الاولى نعم نعم, نعم. ولكن هو نعم. كقناه اذا حقق نقدروا نشاهد يقول لك انا راك ديجاك تهضر عليا ديجا راني نعم. سمحت لي فيرز نقدروا ما دام ذكرنا سلطه الضبط نعطيك مثل وحدث في شهر رمضان ولكن مش في الجزائر حتى لا يفهم بان الضبط هو الرقيب ناس كثر اللي يقولوا الضبط معناها كذا لا الرقيب الواعي الرقيب الذي يحرس مش حراس المعبد بالمعنى في مصر في قناة من القنوات على ميثاق كاين شرف هو الحرص على يعني المنتوج اللي يكون جيد فقط لا اقل ولا اكثر في قناة فضائية مصرية عرضت مسلسل مصري هذاك المسلسل عرض في الحلقة الأولى مشهد تاع شاحنة جاية من السودان تحمل إرهابيين وكذا الحلقة الأولى مرت
سلطة الضبط في أخذت المسلسل ونحت كل ما له علاقة شاحنة هذيك لم تعد موجودة في طيلة حلقات التي ستبث على القناة في 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 مصر. وتم يعني تقديم بيان صحفي بأنه شبه اعتذار بأنه لن يتكرر المشهد في باقي الحلقات. هاي سلطة الضبط الواعية المستنيرة، هذا ما نحتاجه. سلطة الضبط التي تراعي أنه أنا شفت في التلفزيون ليس معناها الردع، ولكن نعم في فضائية من فضائيات محلل لما يتكلم على المهاجرين الأفارقة يقول بصريح العبارة تعبير عنصري، يقول 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 يعني لون البشرة كما نقولوا احنا بالتعبير الدارج، بتعبير الدارج، وفات عادي حتى في المونتاج لم يتم حذفه. ايه وانتبهت المنتديات الى انه هذا تصريح عنصري، هذا يسيء لنا، هذه صورتنا الاعلامي، اداؤنا الاعلامي ليس بخير في هذه المستويات، مش فقط في الكاميرا الخفيه، وانما الكلام موجود في الواقع مجال الاعلام موجود، ولكن لما ينتقل الى مادة اعلاميه ينبغي التهذيب، الجمهور ينبغي التهذيب المشرع، حتى المتلقي ينتبه بان ما يقوله في الشارع وما يقوله في المحافل الخاصه ينتبه بأن هذا تعبير عنصري ويبطل يستعمله. صح. كذلك التعابير والألفاظ اللي فيها عنف رمزي، عنف ضد أقليات، ضد أديان توحيدية أخرى، هذا يحدث ويحدث في فضائياتنا يعني بشكل غير مسبوق. تهذيب الحوار، نعم. فيجب أن ننتبه إلى هذه المسائل. أستاذي شنيتي، وأنا المفروض قبل ما نلحقوا سلطة الضبط، من المفروض هذو اللي يكونوا يحترمون أنفسهم يعني المبدعين الحقيقيين المثقفين ما يقدرش يدير أخطاء كما اللي تكلمنا عليهم. لان الواحد اللي عنده مستوى ثقافي مستوى تعليمي لما يجي يعمل يعرف بلي هذيك ما تجوش حاجه بديهيه هذيك بلا ما تناقشوا فيها. قال لا 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 لا، ما ممكن لما الممثل يدير شويه يرتجل يقول له ما تقولش الكلمه هذيك، لانه النص كان مكتوب كان مدروس على بالنا وانا رايحين ندخل في اخلاقيه فوالا، ما تديريش الكلمه تبان لك هكذا يا عادي، واللي هي ممكن تكون عندها قراءات عند المشاهد في عند المجتمع، لان كل واحد عنده حساسيه تاوعه. دونك لما تكون العمل وراه ناس مثقفين متمكنين من العمل تاعهم اكيد ما يطيحوش في الهفوات. دونك نرجع للكلام اللي قلت لك، كاين فيه دخلاء على المهنه اللي ولا كل من هب ودب يجي يكتب اي حاجه ويحس يعني في يعني في مخيلته انه يبدع، ولكن راهو يهدم وراه يضر. احنا نطرح سؤال يعني سلم القيم اين هو؟ من المسؤول عنه؟ سلم القيم نعم. سلم القيم راه موجود عند كل واحد عندنا. كل واحد اللي وليد فاميليا ومثقف ومتعلم عنده سلم القيم راهو يمشي عليهم. انا درك راني هنا مع الجماعه، انا على بالي واش حنقدر نهضر واش ما نقدرش نهضر. على بالي وانا نتكلم معاك في هذا البلاطو كاين مشاهدين، عندي عائله نتاعي، عندي اصدقاء، دونك الكلام نتاعي راه موزون، راني في قناه ان المشاهد او يشوف فيه خارج وداخل الوطن. دونك القيم هذا السلم تاع القيم راهو يخدم بلا ما في اللاوعي نتاعي. دونك ما نقدرش نتكلم اي شيء، ما بالو كيف ما نكون في عمل فني. عمل فني راح يشوفه كبير وصغير، ولكن في اعمال فنيه لا تراعي هذا لا. هذا نعم يعني احنا بسيط استاذ حنطب لي برك حتى لا احتكر الكلمه. ربما وسعنا شويه النقاش، ولكن هذا مهم لان الكاميرا الخفيه جزء من هذا الكل الثقافي والاعلامي والاجتماعي ايضا. صفة العائلة في القنوات الجزائرية، احنا اما نعمل قنوات تحمل هذه الصفة تراعي هذا المعيار اللي هو معيار قناة عائلية، يعني التلفزيون العمومي يعني يراعي هذا يعني التلفزيون العمومي يراعي الى حد ما، مش كما كان في السابق، ولكن معليش هذا داخل في اطار النقد الذاتي نعملوه. ولكن السباق ايضا صعب يعني حتى في الجانب الدراما وكذا، نلاحظوا ان حتى التلفزيون العمومي ممكن يمشي في السباق وندخله في متاهات اخرى. ما يكون صفة العائلة ومستوى أنها قناة عائلة، إذا ما نعملوش قناة عائلة لازم نكتبوا بأنها قناة غير عائلية، ولازم لما نقدم برامج سلطة الضبط تقدم لنا الإشارات العمرية. هذا البرنامج لا يشاهده أقل من 10 سنوات 16 سنة 18 سنة. هذا أمر مهم جدا، ما نخليوش لما نكونوا في جانب عائلي نشوفوا برنامج احنا نعتبره عائلي والقناة تاعنا وهي قناة جزائرية وعائلية ويقدم لي مشاهد أو يجيب لي مطربة من ملاهي أو من دوائر لم يكن لها مسموح انها تفوت في اذاعه او في تلفزيون عمومي او في قناه وتكتسح المجال وتتكلم الفاظ على مستوى هذاك واش عندها وتفوت هذيك الالفاظ ونعمل لها كاميرا كاشي ونقدمها وربما نعمل لها برنامج اخر صوره نجاح نقدمها. هاي المرجعيه، مشكله المرجعيه، نقدمها في المجتمع لانها صوره نجاح. ماذا تقدم
كصورة نجاح للمجتمع، لبنتي وابني ولنا جميعا. فخيارات النجاح لازم نحدوها كقيمة اجتماعية، لأنه مش كل من تحصل على المال وبأي طريقة وبأي أسلوب هو يقدم نموذج نجاح داخل المجتمع. خيارات المجتمع الجزائري هي خيارات تاع أمة، خيارات تاع بلد، ميثاق شرف إعلامي يوحدنا جميعا، أو أننا نمشي في الـ في الـ في الـ في السبهللة هكذا، كل واحد يخدم وحده، كل واحد يبحث عن المال بطريقته، لأنه القنوات هذه تبحث عن المال. عن المال. هذا الذي يعمل قناة وش يعملها؟ يعمل قناة باش يحقق أموال طائلة ويربح، فيربح قد يعفس على قيم معينة يفترض أنها إرثنا المشترك ونحافظ عليها، لأن المعبد هو معبدنا، وإذا سقط يسقط علينا جميعا. أستاذ نعطيك وقت أستاذ برك في فكرة. ممكن الناس ما في السبعينيات أو في الستينيات كانت حركة قوية في المجتمع الأمريكي تنادي بمنع من الحرية، حرية الأخلاق، من حرية المعتقد، لدرجة أن قيم العائلية في المجتمع الأمريكي كادت أن تذهب يعني أدراج الرياح. وشعر الأمريكيون بأن هذه الحركة معروفة يعني في الغناء، يعني معروفة في 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 الساحة الفنية والساحة الليبي الليبي هذه، وشافوا بأن هناك يعني خطر قادم. واش داروا المجتمع الأمريكي؟ يعني نشوفوا بأن السينما كيفاش بدأت تشتغل على إعادة تحركة توليود. واش دارت هذاك الفيطون هذاك المعروف لا بوتيت ميزون دو نابري، يعني البيت الصغير بين المروج. يقول لك بأن ذلك الفيلم الذي قاعد يعاد ويعاد سنين هو الذي يعني من خلاله رجعت إعادة التربية، إعادة التربية، نسبة الزواج عاودت طلعت، حتى قال لك ولو الناس ما تولدش، يعني ما ولم يعطوش أهمية، عاودت رجعت لقيمة العائلة وقيمة الأسرة، وحاولوا وعاودوا إيزون كيش يقولوا ريكوبيري لا سوسيتي أمريكا. رسالة اجتماعية، رسالة اجتماعية، رسالة اجتماعية هوليود كلها تركز على العائلة. قبل أن نواصل النقاش فقط نتابع، نعم سيد يوسف شنيدي، قبل أن نواصل النقاش نتابع هذه الاستجوابات للزميل فرحات جلاب ثم نعود. الكاميرا الخفية أصبحت مرتبطة بشهر رمضان منذ سنوات، ولكن من ناحية تاريخية ومن ناحية العلمية الكاميرا الخفية هي تقنية قديمة وقديمة جدا في ميدان البحث الاجتماعي، وبدأت ما يسمى بالتجارب الاجتماعية الإكسبرينس سوسيال. هذه الإكسبرينس سوسيال، هذه التجربة الاجتماعية بدأت مع الكاميرا المخفية عند السوسيولوجيين وعند الأنثروبولوجيين على أساس التحكم المعرفي في المجتمع، يعني أن الواحد يعرف المجتمع بتاعه بطريقة عادية عفوية إلى آخره. ولكن منذ سنوات تحولت وأصبحت الكاميرا الخفية تستعمل للتسلية والضحك إلى آخره، وأصبحت موضة، يعني موضة تستعملها كل القنوات التلفزيونية لجذب المشاهد والتأثير على المشاهد كذلك. لكن الشيء المؤسف حقا، وأقول مؤسف، هو أنها تحولت من مهمتها الأساسية لمعرفة المجتمع ثقافيا واجتماعيا إلى نوع من العنف الرمزي، وأحيانا والعنف الرمزي هو أخطر من العنف الجسدي. إذن أنا في رأيي القنوات من حقها أنها تستعمل الكاميرا الخفية، ولكن حفاظا على أخلاقيات المهنة لأنه شيء أساسي، وحفاظا على سمعة العمل الإعلامي. وبعد التصوير، حتى إن وقع فيها التصوير في موضوع خطير جدا أو عنيف، لا بد من طلب يعني موافقة اللي تم تصويره هل تبث الحصة أم لا، وهذا شرط أساسي معمول به في كل البلدان. أنا الشيء الذي استخلصته من هذه الكاميرات المخفية هو أنه معظمها تريد أن تضع الشخص في مواقف حرجة وحرجة جدا، وهذه المواقف تستدعي من الأشخاص، كل الأشخاص تقريبا، أن يلجأوا إلى استخدام كل الإمكانات أو القدرات السيكولوجية للتخلص من الموقف المخيف المخيف والمخيف جدا والمقلق والمقلق جدا، والذي يؤدي إلى شعور ذلك الشخص بالضغط كبير وكبير جدا. فالإنسان عندما يكون أمام مواقف ضاغطة يلجأ إلى استراتيجيات، إلى طرق، إلى حيل
هذه الطرق يحاول من خلالها أن يخفف من هذه الضغوط. وهنا نجد أن الأفراد يختلفون، هناك فروق فردية بين الأشخاص في التعامل مع هذه المواقف الضاغطة. فالبعض ليست لديه هذه القدرات، ليست لديه هذه القدرات التي تمكنه من التعامل مع الموقف الضاغط، وهنا يأتي الخطر. الخطر هو أنه يمكن من خلال هذه المواقف الضاغطة جدا أن تظهر ما نسميه نحن في علم النفس بالأمراض السيكوسوماتية، بمعنى تلك الاضطرابات التي تظهر على الفرد ويظن أنها عضوية أو جسدية، لكن في حقيقة الأمر هي ما هي إلا استجابة لمواقف ضاغطة. هذا مشكل كبير وكبير جدا، بمعنى آخر أننا ليست لدينا معلومات عن الأشخاص الذين تعرضوا للمواقف الضاغطة في الكاميرا الخفية، ما حدث معهم، ما الذي يحدث معهم بعد تلك المواقف، لأن الأمر لا يتعلق بالموقف نفسه في حد ذاته، وإنما قد يتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن أو ما يسمى في علم النفس بالضغط ما بعد الصدمة، PTSD. وهذا الضغط ما بعد الصدمة نجده عند الأشخاص عندما يتعرضون إلى مواقف مقلقة ومخيفة جدا كالزلازل والفيضانات إلى آخره. فالأشخاص بحكم اختلافهم، بحكم وجود فروق فردية بينهم، ممكن من يطور هذا الاضطراب المسمى بالضغط ما بعد الصدمة أو الاضطرابات السيكوسوماتية بشكل عام، ومنهم من لديه الإمكانات أن يتكيف وأن يتجاوز الوضع بسلام. لكن يجب أن تكون لدينا معلومات دقيقة وصحيحة عن الأشخاص الذين تعرضوا إلى مثل هذه المواقف ما بعد الموقف، ماذا حدث معهم. ممكن أن يطور مرض السكري مثلا الشخص، ممكن أن تظهر لديه الضغط الدموي، ممكن سيد فوزي بولحية، يعني بعد ما تابعنا الاستجابات يعني رأينا الآثار المترتبة عن الكاميرا المخفية، يعني لبعض الأشخاص ربما لا يتحملون الصدمة، ربما لا يتحملون الموقف ذاته، يعني يصابون بأمراض عديدة. يعني هل مسموح أنه الشخص الذي تعرض للكاميرا الخفية أنه يرفض أنه يفوت في الكاميرا، يفوت على الشاشة التلفزيونية؟ أي شخص داروا له مقلب ولا داروا كاميرا خفية كما يسميوها، من حقه أنه يرفض أنه الحصة هذه تبث، وما عنده ما حتى واحد ما عنده الحق يبثها وهو رافض ذلك. يعني في كثير من المنتجين لما يكمل المقلب يعطي له ورقة يمضي عليها ويوافق باش تبث هذه الحصة. في حالة بثتوها ما طاش موافقة ممكن تكون متابعة قضائية، خاصة لما يكون إنسان محترم فنان عنده اسمه ولا أستاذ وتروح تبهدله. دونك هو من حقه يعني يرفض. هذا ما حدث مع الكاتب رشيد بوجدره. وكان بعض الإنسان المواطن العادي وكان بعض الممثلين، كان واحد أحد الممثلين لا أذكر اسمه ما يدوروش به في الكاميرا الخفية لأنه الحق للعنف، لأنه طيحوا لهم يعني قيمته دون مستوى. نعم. وكان فيه يعني يعني هناك اشخاص يتحملون يعني العنف الموقف في حد ذاته يتحمل، هذه يصابون بامراض مزمنه بعدها. فوالا اكزاكتوم، وعليها انا شخصيا نكره هذا المقالب. انا واش عرفني سيدي انا عنده كاش مرض السكر، تحت سقسيه تقول عندك مرض السكر ولا لا طونسيون، كيما نقولوا احنا راهي الافه منتشره. ممكن حتى ولو كان ما عندوش، حتى يصاب بها بعد الموقف. نعم. وانا ندي ذنوبه كما نقولوا احنا، يعني باش نضحك ونحضر الاخر. انا قلت لك هذا المقالب هذو انا ضدهم، يعني وتضحك الناس بالمقلب. لا، يبغي تهذيبها، يعني هي في الاصل معموله للضحك، للضحك ليس للعنف. كلامك هو الكبير. احنا شفنا الكاميرات الخفيه تاع الخارج، كان تاع لي هولندي، كان لي زيرلندي، يدير لك تاع من اشياء بسيطه يعمل فرحه في غونت اسباس كوميرسيال، يخرج لك يد هكذا من الاخر بيبون كيما نقولوا حنايا. ماشي نقولوا عندك لا كوكايين وراح يرفدوه داروا له لي مينوت وسيد ارتيست.
هذه هذا نضحك على هذه يعني شكون هذا المجنون هذا يا اللي جاه الابداع والالهام كتب لي نص نجيب الفنان الفلاني ندخله مع صديقه ونقول له عندك المخدرات يعني هذه ما تضحكش يا جماعه اذا ماكش اهل الابداع اجبد روحك حبيت تسترزق كاين اماكن اخرى تسترزق منها الفن عنده ناس وعنده اهله راهم يضروا في روحهم ويضروا في صوره البلاد صوره الجزائريين صوره الفن رغم ان لما نتكلموا على التدهور هذا تاع المستوى في السمع البصري وفي الكاميرا الخفيه يعني كنموذج كنقول استاذ احنا نقولوا صراحه راهو مستوى متدني على كل المستويات كل ولكن ماهوش عذر باش يديروا نزيدوا يديروا الهزاله هذه صح تدني على المستوى الاقتصادي السياسي الممارسه السياسيه ولكن السيد يوسف سنيت يعني ممكن انا نقدم برك عطفا على كلام فوزي في قضيه الإعلام الآن احنا نتكلموا دائما ربما هذا الأثر النفسي اللي هو على مستوى الفرد على مستوى الضيف اللي جبناه وعملنا له كاميرا خفية ولكن قد لا يحدث هذا الأمر يعني يكون غضب مجرد غضب وينتهي ولكن الأثر الكبير هو الأثر الاجتماعي الأثر الصورة السيئة لثقافتنا ولأدائنا الإعلامي هذا هو الإنسان لازم ينتبه له. أنا حبيت نزيد برك على هذا أنه في الاتجاه العام بخلاف واش كان يعتقد بأنه لما ماكلوهان تكلم على الوظائف الثمانية للإعلام راه تقلصت كثير يعني في الحقيقة تقلصت كثير ولا نقصد فقط في الجزائر في الإعلام في الأداء في الإعلام بصفة عامة في العالم تقلصت كثير هذه الوظائف ولم تعد ربما ثلاث وظائف فقط اللي كبيرة الآن في الأداء الإعلامي وهي الإخبار والتثقيف والتسلية. في الجزائر في السنوات الأخيرة وهذا ربما حتى على مستوى الأطروحات والرسائل الجامعية في العلوم السياسية والإعلام ربما نقدر نتأكدوا منها فيه الإخبار والترفيه ويجي الترفيه التثقيف قد يأتي كما نقول باللغة العربية وقد لا يأتي بدليل أنه البرامج الثقافية هي البرامج اللي من ناحية التجارية ومن ناحية يقول لك ما تجيبش المشاهد وما تجيبش المتابعة وما تجيبش كذا دائما تجي في ذيل الترتيب ونميله أكثر بعد البرامج الإخبارية والسياسية ذات الطبيعة الجادة وكذا نميله مباشرة إلى الترفيه والكاميرا الخفية جزء من هذا الترفيه عملية الترفيه ولكن أي ترفيه احنا حتى في الوظيفة الترفيهية أصبحت وظيفة ليس تمشي للإثارة أكثر مما تمشي للترفيه الحقيقي الترفيه اللي يقدم خطاب يقدم رسالة يقدم قيمة ترفيه هل في العنف ترفيه ورفاهية ما في ذلك الآن إما أننا نغير مع مرور الوقت مع تحسين الأداء الإعلامي أنه يولي الوظيفة الإخبارية ثم الوظيفة التثقيفية باش تجي الوظيفة الترفيهية لأنه لما تسبق الوظيفة التثقيفية هي بذاتها تحسن الوظيفة الترفيهية لأنه تحسن المستوى لما يأطر ليأطر الترفيه يكون مثقف هو يقدم لك شيء برنامج من أروع ما يكون لما تشوف الترفيه مسطح يكون العكس مبتذل ما فيش إلهام ما فيش فيه قيم سلبية أعرف باللي اللي أطره بين قوسين المثقفين راهم في المؤخرة ما همش راهم في المؤخرة وما همش في وراء الستار ويقدموا تأطير هذا نوجه كلنا سؤال سيد يوسف يعني كيف كأستاذ علم الاجتماع يعني كيف نعمل من أجل تحسين الثقافة وتحسين المستوى في يعني الترفيه في المجتمع الجزائري هي في الحقيقة نقول لك صراحة يعني ممكن قبل ما نجاوبك على السؤال يعني قضية الكاميرا الخفية نلاحظ يعني أنا لست مختص ولا ناقد أدبي أو ناقد سينمائي ولكن تخلوا عليها المخرجين الكبار لأن المخرج الكبار إلا دي كونت أروندر يعني لازم يقول يبين دوكا أصبحت يعني ما نعرفوش كون من وراء الكاميرا الخفية ممكن هي قنوات ولكن كيما احنا كنا نتكلموا من قبيلة حاج رحيم يعني انسان عنده كيش يقولوا ستيم فالور يعني دبشه خلاص اذا هو يتحمل مسؤوليه واش يقول واش يدير اذا حنا هذا هو المشكل يعني اصبحت سيدي برودوي انونيم للقنوات تبثها لجلب الاهتمام مؤسسات مصغره خاصه هي اللي تعملها وتبيعها للقنوات هذه من ناحيه ثانيه انا نقول بان يعني غياب يعني او توظيف العلوم الاجتماعيه ان صح التعبير في الجائزة الثقافي والفكري والترفيهي هذا يخلي
كما نقال، يعني من يعتقد بأنه ينتج منتوج أو يقوم بإنتاج شيء إعلامي يقول بأن نعكس الواقع، لأن هو لا يرى من الواقع إلى الغشاء الأول كما قلنا في البداية. ما تخلش للعمق. ما تخلش إلى العمق، والدخول إلى العمق يحتاج إلى كيش يقولوا دي زانتروبولوج دي سوسيولوج دي بسيكولوج مختصين. وانا نظن بأن القنوات الأجنبية التي لديها أجندة واضحة، كل برامجها مبنية على هذه الدراسات، مبنية على دراسات أنتروبولوجية تحاول أن تصل إلى هدف استراتيجي. يعني الآن نميل للارتجال أكثر، استراتيجي تجاري، نميل للارتجال أكثر. نعم. يعني هذا ما أردت قوله، يعني حنا القنوات تميل للارتجال. نعم. وراه أنت وش كما قلنا، حنا وش راك حاب توصل، يعني كما قال هو في البداية، وش هو الهدف تاعك، وش الرسالة تاعك، وش راك حاب توصل إلى المجتمع الجزائري، ماذا تريد من هذا المجتمع من خلال يعني منتوجك الإعلامي أن تصل إليه، هل تثقيفي ترفيهي، وحتى الترفيه كما قلت إضافته للمواطن، يعني فيه مبطن قيم معينة تريد ترسيخها وتأسيسها على أساس ما اتفقت عليه المجموعة الوطنية. إذن هذا هو السؤال المطروح. الآن نطرح سؤال على هذه القنوات، وش راكم حابين توصلوا، شو هو الهدف تاعكم؟ أنا نظن بأن ليست لديه اي جواب. انا جسوي كيش يقولوا، انا متاكد بلي ما عندوش جواب، لان اذا راح يجاوب راح يورط المشاهده نفسه. نسبه المشاهده فقط، نسبه نعم. المشاهده راح يورط نفسه لو كان يجاوب، لان لو كان يجاوب ينتقلوا استاذ المخرج نعم. الاعلامي نعم. البسيكولوج يقول له يعني ولا علميا ولا ثقافيا ولا ادبيا ما عنده حتى قيمه، وبالتالي انت تريد الاثاره او تريد كما يقولوا حنايا التحويل لتراجيك الى كوميك، باسكو هذه معروفه لتراجيك كوميك هذا، او تريد ان تمارس على المجتمع نوع من 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 لعبه بسيكاناليزيه ان صح التعبير، تعتمد على جلد الذات. يعني سي اون فاصون دو فير، يعني دو 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. بالذات يعني سي اون فاصون دو فير يعني دو 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 كيش يقولوا دو يعني دو كيش يقولوا تخلي المجتمع يدير جلد الذات يعني لما يشوف هذاك الشيء انا نقول له صراحه هناك نسبه من المجتمع يعني يحبوا يشوفوا هذا نعم يعني يحب يشوف هذا النوع يحب سواء هذاك الانسان او هذاك الشخصيه ولا هذاك المقلب كما قال هذيك الحادثه تعكس واقع يعني هو هذا اللي تراجيك ولكن كي يحولوا الى كوميك يعني شغل وكانه سي لوتو فلاجيلاسيون سي با لوتو كريتيك سي با لوتو كريتيك هي نوع من ضحك على الذات اسمح لي شغلك تضحك على روحك استاذ يوسف وهذا هو وهذا ممكن تلقى استاذ يوسف انا واش يحزنني في الامر هذه القضيه كاع أننا نحكي وداروا يعني هرج كبير في التواصل الاجتماعي واش يحزنني هنايا يعني. نتكلموا على إنتاج تاع 20 21 يوم في العام. نعم. اللي كاين إنتاج هكذايا. قلنا وعلاش؟ لأن بين قوسين وطني. إلا كروش ونهار يعني صرات لهم كي هذا كما يقول المثل صام صام فطر على بصلة. 11 شهر الإنتاج ناقص نهار جات نسبة المشاهدة عالية والذروة تاع المشاهدة. راحوا الجماعه يعني اللي خدموا هردوها كما نقولوا احنا بالعاميه جاتهم فرصه الشعب الجزائري والعائلات كلها قدام شاشات التلفزيون يروحوا يقدموا اشياء يعني ناقصه وهنا هنايا حتى المواطن يعني ذواق يعني يعرف يختار بين المنتوج المليح والمنتوج اللي هذه قبيله هضرنا عليها قلنا الجمهور هو الحاكم وهو الفاصل ولكن حاجه محيرتني اخرى هو مهموش الجمهور او يتفرج المهم او يتفرج او يتفرج جوستومون هنايا هذه المفروض هو علم الاجتماع هو يجاوب عليها لاحظتها الناس يشوفوا يطلعوا كاع القنوات وكذا يقول لك المستوى ما كانش وما عجبنيش ماشي تشتها بعيني يشوف هذاك اللي قال لك البارح ما عجبنيش ما عندوش مستوى يتلاقى به في الشارع يشكروا يشجعوا بطريقه مباشره يدير سيلفي معاه ويقول راك مليح وهو البارح كان يقول هذاك ماشي مليح يا جماعه لازم نكونوا صرحاء مع انفسنا ما يلزمش نشجعوا الرداء كاين مفارقه ما يلزمش نشجعوا الرداء لا هو يعرف انه ماشي مليح بصح كي يتلاقى معاه يعني حاله واحد الحاله من اللباقه بين المجامله والنفاق خيط رفيع يعني صعبه المساله صعبه باش يطالبوا باش يقابحوا الناس هذو كاين واحد المساله اذا سمحت لي فوزي نزيد نضيف برك على كلامك في قضيه لما اشار الاستاذ حنطبلي لقضيه الاداء تاع القناه هو لما تكلمنا على الاحترافيه احنا في الجزائر باستثناء التلفزيون العمومي ولاسباب تاريخيه واسباب سياسيه كل الفضائيه تاعنا ما عندهاش سياسه اعلاميه نهائيا تاخذ المسؤول عليها قل له ما هو خطك الخط التحريري تاعك ما هو خطك الافتتاحي وش هي سياستك الاعلاميه وش تحب إلى درجة أنه حتى البرامج ومن بينها الكاميرا خفية موجهة لكل الجمهور إلى درجة أنه حتى البرامج هو المفترض كل برنامج عنده البروفايل تاع المتلقي أيوة. وإلا ما ينجح الخطاب الإعلامي تاعك ما ينجح الخطاب الفني تاعك هذا معروف لمن توجه خطابك هذا المؤسسة الموجه لمن هذا البرنامج موجه لمن إذا ما تحدد لمن معناها سيفشل البرنامج وهذا لاحظناه لما نتكلموا على الارتجال داخل في اطار نقص الاحترافيه نقص الالهام ضعف الاداء ربما يقولوا ناس ان مرحله انتقاليه سمع البصر يظهر الان عنده 3 سنوات ووضعه القانوني الى الان ماهوش قانوني لان يعني مازالها مكاتب واضح. مكاتب اجنبيه مكاتب تبث دول اجنبيه غير جزائريه نعم. يعني وهذا أجنبية. يطرح ولكن في العموم نقص السياسه الاعلاميه انعدام السياسه الاعلاميه لكل قناه يشير الى شيء باللغه العربيه ويؤشر الى شيء مهم جدا وهو اننا مع الناس سياسه اعلاميه واضحة. كدوله مع الناس سياسه اعلاميه سياسة بدليل لا السياسة الإعلامية جزء من السياسة الثقافية الكبرى هذا هو المقصود لأنه لما تقول سياسة إعلامية سياسة ثقافية وبالتالي أنا أستغرب كيفاش عام 81 في عز الحزب الواحد كان عندنا سياسة ثقافية إعلامية واضحة ولما تقرأ أرضيتها موجودة إلى الآن تنبهر
للأهداف الموضوعة والوسائل والمرامي والاستراتيجية اللي وضعت إلى الآن نقدر نحكموها ونغيروا بعض الأشياء بمستجدات اللي صارت ونجدوها بأنها أرضية مهمة كثير ويمكن أن نعتمدها في أننا يكون عندنا سياسة إعلامية تاع الدولة ومن خلالها ننزل إلى سياسة إعلامية لكل قناة بحيث أننا نتصب في مجرى واحد كبير نهر عظيم اللي هو السياسة الثقافية للبلد وخدمة الثقافة طبعا ضروري جدا أن يكون عندنا سياسة ثقافية للبلد والسياسة الإعلامية جزء من السياسة الثقافية وتصب في اتجاه كبير مهم أننا نقدم صورة جميلة جدا للجزائر في المحافل نحن لا ندافع عن الجزائر تاعنا في مواقفها الخارجية في مواقفها الثقافية في مواقفها الحضارية والتاريخية لا نجد دفاع عن أنفسنا لماذا؟ لأننا في النهاية نرتجل وأحيانا نتخبط ولا نقدم أداء إعلامي في المستوى مع الأسف. إذن إلى هنا شكرا لكم على الحضور على إطلاعكم وختمه مسك يعني قال يعني هو أختمها بشكل جيد يعني إلى هنا مشاهدي الكرام نطوي معكم أوراق حصة المنتدى الثقافي نشكر ضيوفي لإطلاعكم هذا النقاش نلقاكم في مواعيد لاحقة بحول الله في أمان الله.